نسأل في الأنشطة الرياضية بطبيعة الحال وفق استراتيجية اللي وضعتها الدولة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهاز الوصي والجامعة بطبيعة الحال. كانت هناك عدة إجراءات الممارسين تفهموا هذه الإجراءات هذه وكانت انطلاقة جيدة، والحمد لله كنتمنى إن شاء الله الانطلاقة تكون فيها الخير علينا والبلاد إن شاء الله ترجع للسابق كما كانت قبل، وحنا الحمد لله نقدروا نرجعوا ونمارسوا الرياضة كما كنا كنمارسوها قبل ونستأنفوا الأنشطة والتظاهرات إن شاء الله.